الإنسان في رحلته دي من هو حيوان الخلية الواحدة. أنا اللي عملت هنا دي الجهد بتوري القدم بتاع أول صخور ظهرت، وفي كل صخر بتلاقي نوع الحيوانات اللي ظهرت في مرحلة معينة من مراحل التطور. لما كانت الحياة مثلا خلية واحدة كانت بتتحرك بجسدها كله وبتاكل بالجسد كله وبتفرز بالجسد كله وبتتكاثر بجسدها كله، لكن لو استمرت كده كانت حتنقرض. والحي باستمرار عبر التاريخ ما بيتوائم مع بيته بينقرض. عشان كده حجرت جزء من جسمها لتحمي الجسد وطلع منها قرنين استشعار. والمسألة دي في التطور مشت لتجي منها البصر ويجي منها السمع. هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا؟ إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه، اللي هو ده الصراع، فجعلناه سميعا بصيرا. بالصراع ده طلع منه السمع والبصر لحد ما جاءت الحاسة الخامسة. الحواس دي نفسها هي حقيقة في الوضع الراهن. الحاسة العين مثلا بتشوف، لكن حقيقة هي ما بتشوف. يعني الضوء ده بيقع هنا في القزازة دي وبيتعكس في الشبكية بتاعتي، لكن بتتعكس دي لتحت وده اللي فوق الجزء ده. بياخد العصب السمعي البصري للعقل بيقول دي قزازة مويه. وفي الحقيقة العقل ذاته الموضوع ده مسجل فيه، وإذا الموضوع ده ما في الهارد ديسك هنا ما حيترجم. يعني لو جبت حاجة أنا قبل كده كله ما شفتها حاشوفها تترجم هنا، لكن ما بعرف شنو، لأنه الهارد ديسك ما فيه الصورة دي من زمان. عشان كده الإنسان لما علم هو الحياة اللي بيعرفها دي لأنها كانت موجودة فيه. لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم، كان عالم، ثم رددناه أسفل سافلين، نسي ذلك العلم. ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي ولم نجد له عزما. عشان كده قال اهبطوا منها جميعا. فالرحلة دي استمرت فيها الحاسة الخامسة، والعقل مفروض يقوى ليرى هو بدون الواسطة دي. يعني بيجي يوم اللي تدخل الحاسة السادسة اللي حتشوف بدون واسطة وحتسمع بدون واسطة. حتى واحد من الصوفية قال لما تدانى الميقات في جمع شملي صارت جبالي دكا من هيبة المتجلي، وصرت موسى زمان مصار بعضي كلي. العين بعضي لكن بقيت كل عيون. عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم كان بيقول لأصحابه استووا فإني أراكم من وراء ظهري. ده ما داخل فيه الشبكية الكلام ده. وكان معروف أنه صلى الله عليه وسلم يرى بالنهار في الضوء كما يرى بالليل في الظلام. ده ما فيه أي ضوء ينعكس. وكان بيرى في الإنفراريد وفي الألترا فايلت. كان بيشوف جبريل وبيشوف إبليس. حتى لما جاء في الحديث المشهور جلس جبريل معاهم في المجلس وبدأ يسأل ما هو الإسلام وخبروا ما هو الإيمان. لما انصرف قال له أتدري من السائل يا عمر؟ قال الله ورسوله أعلم. قال هذا جبريل. وده برضه احنا تكلمنا فيه في أنه المادة والروح شيء واحد في الدين على اختلاف في الزبزبة. يعني جبريل هو الروح الأمين، لما يخفض زبزبته بتشوفه، لما يرفع زبزبته بيختفي منك. ده برضه من المقدمة اللي احنا عملناها في المحاضرة الفاتحة. احنا دارين نصل لشنو في الموضوع ده. دارين أول حاجة نقول للإنسان من حيث هو إنسان أنه هو ما يستعلى بعرقه، لأنه العرق واحد. وده السبب اللي النبي صلى الله عليه وسلم يقول له أنا عبد أكل كما يأكل العبد وأجلس كما يجلس العبد. لما نيجي عربي يرجي في أمامه يقول له هون عليك، إنما أنا امرأة من قريش كانت تأكل القليد. امرأة من قريش، ابن امرأة من قريش كانت تأكل القليد. أنا قلت أنا ابن امرأة من قريش كانت تأكل القليل. عفوا. السبب ده شنو؟ نحن دارين نقول القيمة دي ذاتها مربوطة بكلامنا ده. إذا نتكلم عن الهوية والتطور وفي مشاكل في السياسة والاقتصاد، لأنه النموذج ده ديمقراطي المتحرر من السيطرة، لأنه أنت بتلتوي
انت داير حق سلطتك وسلطه غيرك. ليه؟ لانه في مرض اساسا موروث اذا ما تحل ما بتجي الديمقراطيه. الديمقراطيه مش اجراءات بتاعت صناديق انتخابات وصور. الديمقراطيه غيمه نعيشها في الداخل. عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم القران علي لا تضرب لك فذكر انما انت مذكر لست عليهم بمسيطر. دي عبوديته هو مع الله ما يسيطر. ولذلك اذا ما وجدت الشخص برعى المساله دي بينه وبين ربه لا يمكن ان تنشئ نظام ديمقراطي لمجرد انك كاتب القوانين وعامل لك صناديق اختراع. ولانه ما ممكن انت تسيب الاموال وتعدل في توزيعها لو ما كنت تحررت التحرر. يعني النبي صلى الله عليه وسلم لما يقول ما احب ان يكون لي مثل جبل احد ذهب انفق في سبيل الله. عشان انفقوا ما عايز. عشان ما يكون اسمه الكريم واسمه كذا. وراودته الجبال شم من ذهب عن نفسه فاراها يا ما شباب. اذا جبت نموذج زي ده انت بتقدر تعمل نظام اقتصادي في وعد. غير كده ما بتقدر. غير كده تلقى واحد عنده 40 بليون تحته بياخذ الباقيين 50 زي ما يلضوف ويشيل كل بتاعة ناس. المرض زي ده اللي عنده 40 بليون داير زياده ليه؟ ده موضوع في النفس البشريه داير علاج. فنحن بنقول موضوع الهويه مربوط بموضوع التطور، مربوط بموضوع الاقتصاد والسياسه والاجتماع، ومربوط بانه تكون في منهاج يخلي الانسان عنده الاستعداد يكون ديمقراطي واشتراكي وما مستعد، عنده استعداد للمساواه الاجتماعيه. يعني القضايا دي متداخله بصوره ما منها اي فكاك. واي نظره لها بخلاف كده هي نظره سطحيه وفي النهايه بتكون مضيعه الزمن. في النهايه حتكون مضيعه بتاع الزمن. القضيه دي اعمق واكثر تعقيد من مما يروها الناس. وهي اذا ما اتوضعت في شكلها ده، يعني احنا مثلا الاستاذ محمود لما يضع طريق النبي صلى الله عليه وسلم كمنهاج يقول انه الناس لابد ان يجوا للطريق النبوي. ده يعني ده مش تعصب، دي حقيقه وجوديه هو اكتشفها. وهو خدها بالراحه هنا للنقاش. يعني ما موضوع فيه قتال، ما فيه اكراه، ما فيه عجله نفسه. يعني ما قصه انه ابقوا معانا نحن الجمهوريين عشان احنا في الحقيقه كل واحد فينا اخر الشهر المفروض يدينا الخمس من مرتب. ما فيه منفعه يعني لنا احنا اقتصاديه. ولا نحن دايرين الناس يلحقوا اخر الشهر ده، لان احنا نازلين في الانتخابات دايرين الناس يصوتوا لنا عشان نمشي نبقى عندنا الوجاهه والعضويه والمرتبات اللي بتجي مع الوجاهه السياسيه. القضيه دي انه الفرد البشري حقيقه اكتشف الاستاذ محمود زي ما اكتشفوا انه الزول شاف التفاحه ولعت من الشجره. حتى قانون الجاذبيه. بالبساطه دي. وختال الناس اذا اقتنعت اعمل به وانت بتستفيد منه، واذا ما اقتنعت خذ اللي بتقتنع به وربنا يعطيك طريقه. فهي ده كان محتوى المقدمه اللي انا عملتها في الاسبوع الفات. انا ما داير اوسع في كل باب انا هسه طرقته عشان يكون لازم لما تسال كثير من الناس بتلقى انه انت بتجاوب على شيء اساسا في ذهن الانسان، لانه يوزر بتشيل له نظاره ضيفه اوريدي الناس ما يعني فاهمينه. فانا ما داير اطيل وبرجع للاخ دكتور ضياء ليفتح الفرص بصيغه قراءه، لكن برضه ما في التزام، ما ضروري الالتزام بالمقدمه دي. يعني زول ممكن يسال في اي جانب اخر اذا شاء. شكرا جزيلا. الفرصه متاحه وعندنا متسع من الوقت. حقيقة عندنا أكثر من ساعتين ونصف، فالناس ممكن ياخذوا وقتهم في طرح الأسئلة. ممكن تقدم نفسك ممكن تقدم نفسك لين بسم الله الرحمن الرحيم. يوسف جاسم او سوري بسم الله الرحمن الرحيم. يوسف جاسم عبد الله. حقيقي السؤال بتاعي بينحصر في الحته بتاعت الهويه، والدكتور يبدو لي يعني
في الحتة دي أدى كلام عميق جدا جدا، والواحد حقيقي يعني يتفهم منها حاجات كثيرة. لكن بيكون سؤالنا خايف في إنه في الواقع ده إحنا حنعمل شنو؟ طيب يعني ماذا يقدم الفكر الجمهوري وهو عنده يعني رؤية واضحة في الحتة بتاعت الإسنكس، وإنه دي حتة يعني ما مفروض الناس تعول عليها وتكون نظرتها أعمق من كده. في تقديري أنا ما أعرف حقول وجهة نظر، احتمال يعني حنطرحها بصيغة إن شاء الله تقبل. يعني ليه مثلاً الإسنك جروبز دي كلها وهي يعني مشاكلها أولموست واحدة يعني في تقديري، يعني ما يكون عندهم برنامج موحد يصاغ وعلى ضوءه يعني تحل المسألة بتاعت السودان في إطار الفهم ده؟ دي واحدة. الشيء الثاني من خلال اللي قاله الدكتور حقيقي أشياء طبعا عميقة وأشياء يعني راقية جدا جدا، وأدعو الله إنه يعني ينولنا الأشياء دي يعني. لكن في واقع الحال حسي نحن هل مستعدين للقفزة الكبيرة دي يعني على أساس إنه يعني نصل المراحل العالية دي؟ طيب لغاية ما نصل الحتة دي، ودي حاجات فردية يعني اجتهاد فردي من الإنسان على أساس إنه يصل الحتة دي، لغاية ما نصل الحتة دي كمجموعة أو كتجمعات بشرية عايزين نعيش في يعني نوع من السلم ونوع من عدم التضاد والمشاكل اللي بتحصل، رؤيتنا نحن مفروض تكون شنو يا دكتور؟ دي واحدة. فما عارف لو على أساس إنه أوضح رؤيتي أكثر، برى إنه الحتة دي يعني نثريها شوية. وشكرا جزيلا. سؤال كويس جدا. ده سؤال كويس جدا من الأخ يوسف، و هو سؤال طوال بيتبادر للذهن يعني، انه طيب احنا نعمل شنو هسه؟ المجموعات المهمشه دي ذاتها والمجموعات القبليه دي تعمل شنو يعني لحد ما يتحقق الموضوع اللي احنا بنقول فيه؟ احنا زي ما قاعدين نقول انه ما يمنعه انه يطبق بكره الا انه نقتنع كلنا الليله. بكره بنكون عليهم. القضيه طرحنا الناس الاخرين انه مثلا كان تقول تخلق انت جبهه عريضه يجمعوا فيها الجماعات ويعملوا برنامج. ومثلا نقول بكره نعلن اضراب سياسي عام نتفق عليه كلنا نسقط هذا النظام الدكتاتوري الغاشم ونجي في السلطه. جربنا ده احنا في اكتوبر. الناس اسقطوا الحكومه، اجمعوا على الفساد، النظام معبود ده فاسد. لكن ما اجمعوا على الصلاح، ولذلك انتكس في اكتوبر. حصل في ابريل. اجمعنا على نظام السفاح نمير ده نظام مجرم. لكن انتكسنا جاتنا الجبهه. السبب ان الاستعجال وان الزول يفتكر انه الكلام ده والله بعيد الداري عارج النفس البشريه ولما نسوي الكلام ده ننتظر لمتين الناس في غرب السودان بيموتوا في معسكر كلمه صحيح ده كله. لكن ما في اكثر من الكلام في تقديرنا من الكلام اللي احنا بنقوله، لانك انت بتجمعنا الليله نحن حنجتمع في الاوضه دي كل واحد فينا قلبه مقبل على جهه وكل زول عنده الهيدن اجنده بتاعته. حاكتب معاك انه نحن دارين نعمل ودارين نعمل. التجمع الوطني عمل كده لما كانوا في اريتريا ولما كانوا في اثيوبيا ولا كانوا في مصر وقالوا نحن دارين نغير السودان ودارين نعمل دارين نعمل. في النهايه كل ما ظهرت للواحد الاوبورتيونيتي بتاعته مشى عليها ومضى. ودخل بطريقته في السلام. الاحزاب ذاتها مثلا تلقى صادق المهدي قاعد معاه والزهاب ابراهيم مالك معاهم مين؟ معاهم مين؟ مثلا مبارك الفاضل. جابوا لهم يا مبارك الفاضل لانه انت الجماعه دي انت بتشوفوا من الظاهر قاعدين مع بعض وعندهم برنامج واحد. حقيقه كل زول عنده برنامج، ده الكلام اللي احنا بنقوله انه هنا ده المشكله انه ما تعالجت من هنا ما حتتعالج. وده اللي احنا بنقوله من منطلق برضه ايمان بالله وبالتجربه برضه عمقته. انه ان الله لا يغير ما بقوم
حتى يغيروا ما بأنفسهم. وقال من يبتغي غير الإسلام دينا فلا يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. يحمل أي محاولة وتحبط للسبب السايكولوجي ده ذاته. يعني لما مشى صادق المهدي ومعاه ناس الزهاوي مثلا انه ناس مبارك الفاضل، انت بتشوف ده جسم واحد، المفروض يكون جسم واحد عنده برنامج بتاع حزب الامه. لكن لما مبارك الفاضل ظهرت له الاوبورتيونيتي بتاعته ساب الصادق برا ودخل هو معاه ناس في الجماعه دي. لما هو اختلف ناس الزهاوي قال له خلاص توكل على الله، انت ما تبينك ذات السنه دي عملتها مع الشيخ الصادق. وغيز على ذلك مع حزب الامه مع كل الجماعات اللي هسه كل واحد بيمشي بيدخل بطريقته. فانت ما يغرنا انه نحن والله انا هسه ممكن اكتب لك برنامج يقول ان احنا دارين نظام ديمقراطي وان تكون في منابر حره وان يعبر كل سوداني عن نفسه وان يسوي، انا بالضبط اعرف انه انت تحتاج شنو من اكتب لك ونجي كلنا نمضي عليه. لكن انت ساكت على حاجه وانا ساكت على حاجه، انا داير اعبر بك البريدج ده وبكره بقول لك. ودي مش عملوها كده، حتى الناس لاحظوا الانقلابات العسكريه، بيقوم النميري مع فاروق حمد الله مع 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 مين مع هاشم العاطف كلهم، تشوفوا الاسره مع بعض وشايلين كل واحد شايل بناته هنا ماشيين نزور فلان عندهم موضوع ماشيين كذا اسره واحده يعني اصدقاء، لكن بكره بيقتلوا بعض ضبح. ارجع 1917 البلشفيك والمنشفيك، ارجع الناس امان عندهم في اثيوبيا، ارجع الناس جمال عبد الناصر في مصر لما شالوا محمد نجيب سجنه، راجع طوال يكونوا اذا كان ثوره جيش جماعه طلعوا مع بعض تحالف، بس خليهم يعبروا البريدج. كل زول عنده الهيدن اجنده بتاعته بتقفز لبرا بتجي. فيصل ابو صالح ها؟ ناس فيصل ابو صالح برضه في الانغاز بالضبط كده، ناس ناس فيصل ناس حسن مجلس الثوره ذاته هسه كله وين؟ بتاعنا ده. فانت نحن دايرين نقول شنو؟ نحن لانه إذا أنت عرفت التشخيص الحقيقي بتاعي ما عرفت موضوع المشكلة، أي حل آخر تاني هو في النهاية حيصطدم بالحقائق الوجودية. أنا بجي بقنن معاك بكتب معاك الشيء اللي عايزه وأنا عندي أجندتي اللي عايز أستخدمك عبر بيك وبعدين أنا بضحي بيك وقد أصل لحد أنا أقتلك. فنحن دارين نقول صحيح المشكلة يعني عاجلة وضاغطة، لكن ده نحن بنعتقده أقرب الطريق له، وفي الوقت ده ما واقفين قدام أي زول عنده طريق تاني. يعني أنا هسه داير طريق نظام ديمقراطي في السودان يساوي بين الناس شمال على جنوب على غريب، أن تكون فيه فرصة في توزيع الثروة والسلطة وكل الحاجات الجميلة اللي ممكن نتفق عليها. لكن نحن ما حنقدر عمليا، نحن عاجزين. النفس البشرية في هذه المرحلة إذا ما تتقدم بمنهاج عالج المسألة الداخلية دي ما حتتحل المشكلة. عشان كده نحن بس بنصير على القصة دي. أي زول آخر نحن بنباركه ونقول له توكل على الله. يعني نحن ما وقفنا قدام ناس التجمع الوطني وقلنا والله دي اللي بيتجمعوا. لكن كان واضح لنا أنه كل واحد فيهم تظهر له فرصته بشيله وبيمشي. وفي الحقيقة هم لو جو راجعين لو في السلطة هسه دي هم ما حيعملوا حاجة. هسه اليوم لو سلمتهم السلطه الصادق المهدي مثلا لما جاء في الاول معانا ببره قال والله هذه قوانين سبتمبر لا تساوي الحبر الذي كتبت به. لما جاء لما فات مع بشر. فمثلا انت لما تلقى انه اسس الحزب الشيوعي، الحزب الشيوعي حزب علماني علمه كله، هسه كلها مدرب نحن مسلمين. نحن مسلمين ما لها بشيوعي، حتى في محاضرتنا اللي فاتت الامام بتاعه كان مسؤول من الشيوعيين في البلد. إمام يعني في نص المحاضرة يقوم يصلي الجماعة ليثبت يعني يقول شوفوا هنا أنا بصلي قدامكم، أنا بشوفها كده على هيك شخصية. فإذا كان أنت ده ده ده, ده البرنامج اللي كان على الناس مثلا، فأنت لما تعاين في الشيء الحاصل بترى أنه قصة أنه يكتب معك برنامج ده كلام أصله ممكن يوديك لنتيجة. بعدين أنت هسه لاحظ الحركات في غرب السودان، من أربعة قاعد في القصر الجمهوري مشكلة غرب السودان انتهت؟ المشاكل في معسكر كرم انتهت؟ لا ما انتهت. لا مقول لا مقول ده كان في الحركة الشعبية، لكن هسه هو غافل في عناصر الحركة الشعبية، مع انه في يوم من الايام الناس كانوا مرتاحين والله خلاص اجتمعوا مع بعض كلهم عندهم برنامج لتحرير الجنوب، هسه الجماعات مسلحة بتحارب في بعض. فنحن دارين نقول شنو باختصار؟ انه الكلام اللي احنا بنقول ده قد يبدو بعيد، لكن زي ما قال واحد يومتها قال اذا داير تنشف لك يعني منديل في الشمس بياخذ 5 دقائق، لو داير تنشف 500 منديل بياخذ الكم؟ 5 دقائق. خدتين كلين مع بعض. فنحن الكلام اللي بيتنا نلتزم الليل الطريق النبوي بكره بنغير.